السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. نناقش اليوم في هذه التغطية ما تسبب به الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني من مجازر ودمار عقب مرور 100 يوم على الحرب على قطاع غزة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي، وعبر سكايب من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح لطفي، وعبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية أسماء هريش. مرحبا بضيوفي الكرام جميعا وبكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ثم نبدأ التغطية، كونوا معنا. إذن أبدأ معك أستاذ ماهر حجازي، مرحبا بك مرة أخرى. في اليوم 100 على حرب إسرائيل على قطاع غزة، كيف تنظر إلى استمرار قصف وسط وجنوب القطاع وخارطة العدوان باستمرار هذا الاستهداف؟ بداية تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة اليوم نحن في 100، يعني اليوم هذا العدوان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا داخل قطاع غزة، آلة القتل الإسرائيلية تزال تقصف وتقتل المدنيين. يعني نحن أمام مشهد يتكرر يوميا، يعني من مجازر يرتكبها هذا الاحتلال، أكثر من 1500 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبادة بحق. هناك مشكلة ربما في الصوت أستاذ ماهر حجازي، سنعود الاتصال بك يعني بعد قليل لو سمحت، انتظرنا سيتصل بك الزملاء. أستاذ صالح لطفي مرحبا بك، يعني ما الهدف من تكثيف الاحتلال القصف على هذا النحو من خلال هذه المحاور في وسط والجنوب؟ حياكم الله، السلام عليكم. باعتقادي هناك مجموعة أهداف يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقها بعد مرور 100 يوم، ابتداء من تنفيذ وتحقيق الوعود التي قطعتها إدارة الحرب ورئيسها بنيامين نتنياهو لشعبه الشعب الإسرائيلي، ابتداء من اجتثاث أو استئصال حركة حماس وعموم المقاومة، وانتهاء باحتلال كامل قطاع غزة. هذا باعتقادي الهدف الأول، وأعتقد أنه الهدف الاستراتيجي. الهدف الثاني والهدف المتعلق بالرهائن وتكثيف الهدم أو القصف اليومي على قطاع غزة، وبالذات على الساكنة أي على البنايات ومن يعمرها من الناس، يأتي ضمن نظرية الجابوتنسكية أو نظرية السور الحديد، التي تقول أن الفلسطينيين على وجه الخصوص باعتبارهم شركاء الأرض وفق نظريتهم لا يمكن أن يخضعوا للإسرائيلي بين شطائر المحتل الإسرائيلي إلا بممارسة القوة ومزيد من القوة، وبالتالي اعتقادهم أن ممارسة مزيد من القوة على ما يجري في الآونة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة بشكل على مدار الساعة دون توقف، هو من باب الضغط الهائل الممارس على السكان أولا لعلهم يثورون على المقاومة، وعلى المقاومة ثانيا لعلهم يرفعون الراية البيضاء ويكتسب نتنياهو وزمرته فوزا صارخا واضحا وجديا. الأمر الثالث باعتقاده يتعلق في المجتمع الإسرائيلي نفسه الذي يريد من نتنياهو حسم هذه المعركة، وإلى هذه اللحظات الأغلبية المطلقة في المجتمع الإسرائيلي هي مع هذه الحرب بشقها الإبادي البشري وبشقها الإبادي العمراني، وبالتالي ثم التماهي بين الجيش والمجتمع من جهة، وبين الجيش والمؤسسة الحكومية الحاكمة بشقيها العسكري الأمني والسياسي من جهة أخرى. ولذلك باعتقادي سنرى في الأيام القادمة مزيد من هذه الحملات، وقد تكون مضاعفة أيضا. طيب. ظن منهم أنه يمكن أن يحقق نصرا حاسما خلال الأيام القادمة. أستاذ صالح ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك. أستاذ ماهر حجازي تسمعني الآن بشكل جيد؟ يعني إتمام الاحتلال خطته يعني من خلال القصف على وسط وجنوب القطاع، البعض يشير إلى أنه
قد أتم خطته باستهداف الشمال، شمال القطاع، وإفراغ المقاومة منها. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي، أنه من خلال هذا العدوان البري على مناطق شمال قطاع غزة، ويقول وأنه تم تقليص أو يعني القدرات المقاومة، لكن هذا غير صحيح. المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة لا تزال يعني تكبد الاحتلال الإسرائيلي، وباعترافه عشرات الخسائر يوميا في الجنود وفي العتاد والمدرعات يعني المدرعات العسكريه الاسرائيليه. المقاومه لا تزال تقصف مناطق تل ابيب ومناطق غلاف مستوطنات غلاف غزه بالصواريخ من مناطق شمال القطاع، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي لم يحقق اي انجاز عسكري او سياسي من خلال هذا العدوان الذي يشنه على ابناء شعبنا داخل قطاع غزه، سوى كما يتحدث دائما الانجاز الوحيد هو انه يعني يثبت للعالم انه احتلال مجرم يرتكب اجرام اباده بحق شعبنا الفلسطيني من خلال قتل المدنيين وقصف البنى التحتيه وتجديد الحصار وقطع الماء والغذاء والدواء عن قطاع غزه، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي بعد 100 يوم من هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزه لم ينجح في تحقيق اي انجاز لا عسكري ولا سياسي، والمقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه لا تزال يعني ما هو سر استمرار المقاومه استاذ ماهر بهذه القوه وهذه المنعة وهذه الفتوة إن صح التعبير عندما تحتدم المعارك في خان يونس ويقوم المقاومة يقومون باستهداف المعدات الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين ويعني يصيبون أهداف يعني فاعلة على الأرض؟ ما هو هذا السر في استمرار ديمومة هذه القوة للمقاومة؟ هل هي الأنفاق؟ هل هي الأسلحة؟ هل هي العزيمة؟ ما السر في ذلك؟ يعني لا شك السبب الأول أن اليوم المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة هي تقاتل على أرضها وتدافع عن الشعب الفلسطيني وتدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية أمام قوة احتلال غاشم، وبالتالي أي شعب في العالم عندما يتعرض لاحتلال فإنه يدافع ووفق القانون الدولي الذي يكفل لهذا الشعب الذي يخضع تحت الاحتلال أن يواجه الاحتلال الإسرائيلي. والمقاومة الفلسطينية خلال سنوات طويلة طورت من إمكانياتها، طورت كافة أشكال يعني السلاح الذي تستخدمه سواء من الصواريخ وما نشاهده من استهداف لعربات الاحتلال الإسرائيلي ومدرعاته والمركبة. المقاومة الفلسطينية طورت كامل قدراتها العسكرية خلال سنوات طويلة لأنها تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبأنها تدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن أرض الشعب الفلسطيني. وأيضا اليوم الاحتلال الإسرائيلي هذا الجندي الذي جاء إلى قطاع غزة ليمارس القتل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني يخوض حرب أيضا نفسية مع أمام المقاومة الفلسطينية، عندما تبث المقاومة هذه المشاهد للعمليات والمواجهة من نقطة صفر مع الاحتلال الإسرائيلي ومع المدرعات والجنود، بالتالي هذا يعكس أيضا حالة من الانهيار النفسي لدى الجندي الإسرائيلي الذي يدرك أن هذه الأرض ليست أرضه، وهو جاء يعني ليموت لكرمال عيون نتنياهو ومجلس الحرب والمسؤولين الإسرائيليين والأحزاب الإسرائيلية المتطرفة التي تدفع بهم إلى داخل قطاع غزة، وبالتالي المقاومة الفلسطينية راكمت على قدراتها العسكرية. الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة، يعني عندما نتحدث عن 4000 جندي إسرائيلي أصبحوا ضمن قوائم المعاقين بسبب أعمال المقاومة داخل قطاع غزة والتصدي لهذا الاجتياح البري، نتحدث وفق المصادر الإسرائيلية أنه أكثر من 100,000 إسرائيلي داخل الكيان الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي يعني يتلقون العلاج النفسي جراء منذ بداية هذا العدوان، وبالتالي يعني عدد كبير 100,000 إسرائيلي وضربات المقاومة مستمرة واستهداف الجنود الإسرائيليين وكذلك القصف الإسرائيلي مستمر على الأحياء وقتل المدنيين بعشرات الآلاف مستمر. جنوب أفريقيا طلبت بوقف سريع لعمليات القتل ضد الفلسطينيين من خلال محكمة العدل الدولية، ولكن أنتقل إليك أستاذ صالح بالسؤال، يعني عندما يصرح نتنياهو بأنه لن يقف بوجهه أحد في قصف غزة، يعني هو يضرب أي قرار ربما يصدر عن محكمة العدل الدولية عرض الحائط ولا يهمه أحد، يعني ما دلالات هذا التصريح رغم ما جاء في محكمة العدل الدولية ورغم عمليات القتل المستمرة للفلسطينيين؟ كريم، يعني نتنياهو أمس وأول أمس صرح بشكل واضح وصريح أن محكمة لاهي لا يهتم بها ولا تعني له شيئا ولن يستمع لأي دولة في العالم سواء كانت صديقة قاصدة الولايات المتحدة الأمريكية
أو ذات علاقة قاصدة للاتحاد الأوروبي في وقف الحرب على غزة حتى يتحقق ما سماه النصر المطلق لإسرائيل في هل النصر حربها. المطلق يعني إبادة أهالي غزة وبالكامل؟ تمام، النصر المطلق أنا سأفسر معناه بعد قليل، حتى يتم يحقق النصر المطلق على غزة. والنصر المطلق يحمل ثلاثة معاني كبيرة جدا بالنسبة لنتنياهو كشخص وكحزب، باعتبار أنه حزب يتبع إلى اليمين الصهيوني وإلى المدرسة الجبهتونسكية، أي يعني بالبداية تدمير البنى التحتية والإنشاء العماري والعمراني، ولذلك رأيناهم يركزون على المدارس وعلى الجامعات وعلى الكليات وعلى كل شيء له علاقة بالثقافة وبالإنسان. أمر ثاني، قتل الإنسان كإنسان، باعتبار أن كل إنسان في غزة كما قال هرتزوغ الرئيس، كل لا يوجد بريء في غزة، فبالتالي الرضيع والطفل والشاب والشيخ والمرأة والعجوز والمقعد، سمي ما شئت، كلهم مسؤولين ومتورطين فيما يسمى 7 من أكتوبر، الحرب التي شنت عليهم. ومن حق إسرائيل بهذا المنطق المعوج الدفاع عن نفسها عبر إبادة للمكون البشري الذي هو عمليا المكون المقاوم، وأخيرا المقاومة كمقاومة، سواء كانت حماس أو الجهاد أو أي فصيل آخر يقاوم في قطاع غزة. ومن ثم فنحن أمام حلقات متقدمة من عملية إبادة ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية عمليا، وترعاها الآن ألمانيا وكندا قانونيا. ومن ثم فقلت ولا زلت أقول أننا أمام حرب صليبية بكل ما تحمل هذه الكلمة. إذن ما الداعي لمحكمة العدل الدولية، وهل هذا لكسب الوقت من أجل استمرار عمليات المجازر؟ لو سمحت ابقى معي أستاذ صالح، هذا السؤال طبعا سوف أوجهه للأستاذ ماهر، تفضل. بالعكس، اليوم ما جرى في محكمة العدل الدولية وهذه الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة هي خطوة في الإطار الصحيح لإنصاف الشعب الفلسطيني، وهي خطوة صحيحة. لأن عندما نستمع إلى التصريحات الصادرة، يعني بنيامين نتنياهو يقول أنه لا يعير اهتمام بمحكمة العدل الدولية، ولكن ما يجري على الأرض من تصرفات إسرائيلية يعكس تماما العكس في ذلك، عندما تكون هناك خشية فعلا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو من أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا عاجلا بوقف هذا العدوان الإسرائيلي على وجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يعكس أيضا المخاوف الإسرائيلية من الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا والأدلة التي قدمتها في اليوم الأول من جلسات الاستماع. جنوب أفريقيا في هذه الدعوة المكونة من 84 صفحة قدمت أدلة واضحة على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، مستغلة بذلك فعل مشاهد الإجرام والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بقصف المدنيين باستخدام القوى العسكرية المفرطة العشوائية بقتل المدنيين وقتل الأطفال. أيضا التصريحات الصادرة عن نتنياهو والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى تدمير قطاع غزة، يعني رمي قنبلة نووية على قطاع غزة. ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بضيفتي عبر الهاتف الأستاذة أسماء هريش. أستاذة أسماء هريش، الصحفية الفلسطينية من جنين، عندما تستمر عملية القصف وقتل المدنيين على هذا النحو، وعندما يصر نتنياهو على أنه لن يقف بوجه أحد أمام ترسانة القتل الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين، هنا ليلة أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعني عزون شرقية قلقيلية، ماذا بشأن المعلومات بشأن ذلك من وجهة نظرك، يعني أو من خلال مشاهداتك من خلال وجودك على أرض الواقع هناك؟ نعم، يعني نتحدث عن اقتحامات واسعة ممتدة منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، تشهدها كافة مدن الضفة الغربية، من ضمنها شمال الضفة الغربية مدينة قلقيلية، وتحديدا بلدة عزون التي تقع شرق مدينة قلقيلية، التي على مدار 3 أسابيع تشهد اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال، حيث مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بأعداد آليات كبيرة، بالإضافة إلى أنه كان هناك انتشار للقناصة في داخل البلدة، بالإضافة إلى أنه قامت بنصب كمائن للشبان الذين يعني عملوا على تصدي لقوات الاحتلال لهذا الاقتحام. وخلال هذا الاقتحام كان هناك اندلاع اشتباكات مسلحة من وتبادل إطلاق نار بين المقاومين وقوات الاحتلال، ونتيجة هذه
الذي يعني وتصدي المقاومين لهذا الاقتحام، ايضا حضرت تعزيزات اضافيه للبلده ووسعت قوات الاحتلال اقتحامها، الا انه فشلت في ملاحقه المقاومين وتمكنها من اعتقالهم، بالاضافه الى انه ايضا مدينه قلقيلية هي ذاتها هي ايضا تشهد اقتحامات متزامنه مع اقتحام بلده عزون، حيث اقتحمت حي نزال وسط المدينه وايضا وسط اطلاق نار كثيف وتبادل اطلاق نار من قبل المقاومين، حيث كان هناك ايضا استهداف لعمليات الاحتلال اللي كانت يعني عملت على محاصره حي مدينة نزال من جميع ما داخله، وقامت باقتحام منزل الشهيد علاء نزال وتخريبه، بالإضافة إلى أنه لم تكتفي بذلك، يعني نتحدث عن شهيد ونتحدث عن اقتحام منزل وتخريبه والاعتداء على أفراد عائلته، بالإضافة إلى أنها قامت بتدمير النصب التذكاري للشهيد الذي يقع داخل هذا الحي، بالإضافة إلى أنه كان هناك اقتحام لمنزل أحد المطاردين في حارة السفيري في مدينة قلقية، هذا الاقتحام لأحد المنازل استمر لعدة ساعات، إلا أن قوات الاحتلال أيضا فشلت في اعتقال المقاوم أو المطارد وانسحبت دون تنفيذ أي مما تهدف إليه خلال هذه الاقتحامات، فبات الاقتحام هذا بات بشكل متكرر لبلدة عزون ومدينة قلقية. تكثيف الاحتلال عمليات الاقتحام على هذا النحو وتوزيعها على عدة مناطق، يعني ليس فقط في بلدة عزون شرقية قلقيلية، أيضا هناك يعني اقتحام لبلدة بيرزيت شمالية أو غرب رام الله، هذا التكثيف للاقتحامات والتوزيع على هذا النحو هل له تأثير أو ما انعكاساته؟ نعم، يعني نتحدث مساء أمس حتى صباح اليوم تركزت الاقتحامات ليس فقط في شمال الضفة كما تحدثنا عن قلقيلية، أيضا في وسط الضفة الغربية لمدينة رام الله والبيرة التي تقع بالذات هي شمال غرب مدينة رام الله، وامتد هذا الاقتحام أيضا لبلدة عارورة شمال مدينة رام الله، وأيضا اقتحام بلدة المزرعة الغربية ومخيم الجلزون وبلدة ذات ليما. هذا الاقتحام اللي امتد من تحديدا لقرى شمال غرب مدينة رام الله من أجل الوصول لبلدة عارورة اللي هي بلدة الشهيد صالح العاروري، بحيث قامت قوات الاحتلال الليلة باعتقال شقيقتيه، شقيقة دلال التي تسكن في داخل بلدة عارورة وشقيقة فاطمة اللي تم اعتقالها أيضا من منزلها في مدينة البيرة، بالإضافة إلى تنفيذ أيضا حملة اعتقالات. يعني تفسير هذه الاعتقالات والاقتحامات انه خلال يعني الاحتلال خلال اقتحاماته هذه يعني بهدف دائما لتنفيذ اما حملات اعتقالات او مداهمات منازل المواطنين اللي هم اهالي يعني شهداء او ايضا اهالي اسرى محررين يقبعون في سجون الاحتلال، او حتى باتوا ايضا الصحفيين والنشطاء مستهدفين من هذه الاقتحامات، وهذه رده فعل الاحتلال على ما حصل منذ السابع من اكتوبر. سنتحدث أيضا أستاذة أسماء، أبقى معي لو سمحتي، سوف نتحدث معك أيضا لكي تصف لنا يعني أشرس الاقتحامات التي حصلت بالجرافات والآليات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في منطقة جنين، في مخيم جنين عفوا، نفذ الاحتلال يعني هذا الهجوم الموسع واستخدم في هذا الهجوم هذه الآليات والجرافات، سنتحدث لاحقا عن هذا الموضوع. اسمحي لي فقط ننتقل بالسؤال للأستاذ لطفي. أستاذ لطفي، يعني عندما يتحدث نتنياهو عن إصراره على ارتكاب مجازر في غزة ولن يقف بوجهه أحد، أيضا هناك محور فيلادلفيا، لماذا هذا الإصرار على سيطرته على هذا المحور رغم أن هناك يعني أو هذا التحرك يعني ارتكاب المزيد من الانتهاكات الإنسانية؟ تصور مجموعة أسباب تدفع نتنياهو للإصرار كما القيادات العسكرية والأمنية على السيطرة على محور ومعبر فيلادلفيا، على الرغم من أنه في الخميس الفارط أو الجمعة آسف في حديث من المحامي ممثل الدفاع الإسرائيلي في محكمة لاهاي تحدث أن فيلادلفيا هو تحت السيادة المصرية،
وياتي نتنياهو ويتحدث انه يجب ان يكون تحت سيادته وسيطرته اولا وقبل كل شيء بسبب التحسب الاسرائيلي الرسمي المعلن بشكل دائم وصريح منذ اكثر من 15 عاما ان محور فيلادلفيا هو الذي يتم عبره تبرير السلاح الى المقاومه، وبالتالي هو يريد ان يقطع دابر هذه القضيه، رغم انه على مدار السنوات التي سلفت اي مقاربه واي دراسه واي قراءه للسيطره الاسرائيليه المصريه على هذا المحور تؤكد ان اسرائيل شريكه والمخابرات المصريه في التفتيش الدقيق عن كل ما يدخل الى قطاع غزه. لكن التحسب الاسرائيلي في ظل هذه المعركه التي دارت وتوقعت إسرائيل وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الأوروبي أن تنتهي خلال أسبوع أو أكثر ما يكون أسبوعين أو 3 أسابيع لتستمر إلى 100 يوم، أثارت ردود أفعال كبيرة جدا داخل الجهاز الأمني العسكري الإسرائيلي من جهة وولي أمره الأمريكي، وكانت طيب. الدائرة تدور على أن فيلادلفيا هي السبب. استاذ صالح لطفي، سوف يعني أعود إليك مرة أخرى، فقط فاصل قصير ثم نعاود هذه التغطية. اسمحوا لي ضيوفي الكرام، متواصلين مع حضراتكم بتقديم هذه التغطية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار عملية القصف وقتل المدنيين. بالعودة إليك أستاذ ماهر، يعني لماذا دائما ما تسترجع وتعاد مفردات المظلومية وسردية المحرقة التي يتحدث بها يعني نتنياهو في كلمته في التلفزيون الرسمي للكيان المحتل، وصف ما حدث في لاهاي ويقصد به المحكمة أنه اعتداء على دولة اليهود، وأنه طبعا وصفه بأنه انحطاط في التاريخ الإنساني ضد شعب قام على رماد المحرقة، بينما الجيش الإسرائيلي الآن ينفذ محرقة بشكل يشاهدها العالم أجمع، و ليست المحرقة التي لم يشاهدها العالم أجمع. نلاحظ نركز على هذه النقطة، لماذا يسرد دائما يسترجع هذه المظلومية المزعومة؟ أستاذ ماهر فصل الاتصال، سوف نعاود الاتصال بالأستاذ ماهر مرة أخرى. أستاذ صالح إليك السؤال. أخي الكريم، في اعتقادي أن هناك سبب أساس في هذه القضية. إسرائيل كما تعلم قامت بعد الهولوكوست والمحرقة التي تعرض لها اليهود في أوروبا وتحديدا في ألمانيا، وهذه المحرقة كانت الأساس لإعادة الكيان اليهودي في سياق سياسي ومن ثم في سياق دولة، وقامت أخلاقيا على هذه القاعدة، وبالتالي هي دائما تحاجج الأوروبيين عموما بما في ذلك الأمريكيين طبعا كمنظومة غربية رأسمالية في لحظة من لحظات تاريخها كانت فاشية قامت بما قامت به مع اليهود، ومن ثم فهو دائما يعير الأوروبيين والعالم أجمع بأنكم أنتم السبب في الذي حدث لليهود وأنتم ملزمون بالدفاع الأخلاقي بين الشطائر عن إسرائيل، ولذلك سارعت ألمانيا للدخول على خط الدفاع عن إسرائيل في محكمة لاهاي. هذا من جهة. من جهة ثانية أنت تعلم أن اليهود يؤمنون بأنهم شعب الله المختار وأن الخيرية الإلهية وقعت عليهم دون غيرهم، وبالتالي فكما وصفهم أحد الكتاب اليهود فنكلشتاين بأن الدم اليهود هو دم مقدس، وبالتالي المساس بهذا الدم لا يجوز لا شرعا وفق ديانتهم ولا أخلاقا وفق المنظومة، ولكن يجوز لهم قتل الأطفال طبيعي، يعني نحن نتحدث عن حرب وكيفية تبريرها الأخلاقي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم فكانت كلماته في غاية القسوة بين شطائر تجاه محكمة لاهاي التي هي جزء من الأمم المتحدة التي أقرت قيام دولة إسرائيل، المفارقة الهائلة في النفاق الدولي العالمي والتي تقع على رأس الأمم المتحدة الأمريكية والمنظومة الأوروبية ودول النفاق العربي، أن هذه الدولة إسرائيل بين شطائر قامت بموافقة وبأوامر وباتفاق كوني عالمي بغض النظر عن الأرقام في تلك اللحظة التاريخية عبر الأمم المتحدة، وتحددت حدودها عبر الأمم المتحدة. هذه الدولة هي نفسها التي الآن تهاجم الأمم المتحدة وتهاجم المؤسسات المنبثقة عنها كمحكمة لاهاي التي هي جزء منها،
ولذلك حديث نتنياهو بهذه الصيغة وبهذه القسوة هو في حقيقة الأمر يحمل معنيين متعاكسين، معنى الاستجارة بالأوروبيين والأمريكيين لإنقاذهم من التداعيات المحكمة، وكما يتضح أن قرارها سيكون بين شطائر مطالبا بوقف إسرائيل عن في حرب الإبادة على غزة، ومن جهة ثانية هو أيضا يوجه رسالة للمجتمع الإسرائيلي، المجتمع الذي بدأ يتململ وبدأت ساعة الرمل داخله تتحرك لصالح إنهاء هذه الحرب بسبب الكلفة الإنسانية والكلفة المادية والكلفة البشرية والكلفة الاقتصادية، خاصة وأن نفق لا يوجد أي ضوء في نفق إعادة الرهائن الموجودين لدى المقاومة. طيب، رغم هذه الكلفة البشرية وهذه الكلفة الاقتصادية وعمليات يعني التي يقوم بها المقاومة تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي باستهداف الآليات العسكرية والجنود وأكثر من 100,000 طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب على غزة بحسب مصادر صحفية عبرية تحدثت عن هذا الأمر، يعني مع ذلك يعني نتنياهو يعني مصر على الاستمرار بالحرب، ويصف المحكمة محكمة العدل الدولية وإن بطريقة أو بأخرى بأنها ضد دولة اليهود، هذه الدولة التي قامت على المحرقة التي يتحدث عنها. عمليات القصف مستمرة، هذا الإصرار على القتل مستمر. يعني أستاذ ماهر، بالعودة إليكم، يا ترى لماذا يعني هو قال أنه لن يقف بوجه أحد وأنه مستمر حتى بقتل يعني جميع سكان غزة إن لزم الأمر، هل هذا الأمر هو الهدف الحقيقي؟ يعني من الواضح أن بنيامين نتنياهو هو يدرك تماما أنه عندما يتوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة ستبدأ محاسبة بنيامين نتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي يعني انتهاء العدوان ووقف الحرب على قطاع غزة يعني انتهاء الانتهاء الحالة السياسية لبنيامين نتنياهو، وسيكون أمام محاكمة على تهم الفساد الموجهة إليه بالدرجة الأولى وأيضا بالدرجة الثانية والأهم. من الذي سيحاكمه؟ من الذي سيحاكمه؟ داخل المجتمع الإسرائيلي اليوم هناك مطالبات داخل الكيان الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو بالاستقالة، هناك تظاهرات اليوم، هناك كان إضراب داخل الكيان الإسرائيلي للضغط على بنيامين نتنياهو للموافقة على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، هناك دعوات لبنيامين نتنياهو، حتى حزب الليكود الذي نعم أستاذ ماهر، هناك مشكلة بالاتصال على ما يبدو، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. أستاذة أسماء، بالعودة إليك مرة أخرى، في واحدة من أشرس الاقتحامات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين يعني بالآليات وكذلك الجرافات، كيف تصفين لنا هذه الحملة؟ أستاذة أسماء. نعم تفضل. نعم، يعني نتحدث عن استمرار اقتحام قوات الاحتلال تحديدا لمدينة جنين ومخيمها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، خاصة نتحدث تحديدا عن مخيم جنين اللي ربما هذا الاقتحام الذي حدث مساء أمس وفجر اليوم، الاقتحام 20، واللي القوات الاحتلال تقتحم بعدد كبير من الآليات، بالإضافة إلى أنه تشهد هذه الاقتحام مخيمات تحديدا لمخيمات الضفه الغربيه ومنها مخيم جنين، انه خلال الاقتحام يرافق الجبات العسكريه عدد من الجرافات المجنزره، وهي عرفت بنوع دي 9، هذه الجرافات المجنزره التي تعمل على تدمير البنى التحتيه والشوارع والطرقات وتجريفها. مساء امس ايضا حدث ذات المشهد الممتد على مدار أكثر من 3 شهور، بحيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها لعدة ساعات، وسط أيضا اشتباك عنيف ومسلح إثر تصدي المقاومين لهذا الاقتحام.
وايضا قام مجموعه من المقاومين ايضا بتفجير عبوات ناسفه باليات الاحتلال، حتى يعني اليوم نشهد تطور فعلي بنوعيه العبوات التي يعمل المقاومين على تصنيعها، خاصه هذه عبوات محليه الصنع التي تعمل ايضا على تدمير هذه الجرافات المدمره. وخاصه شهدنا قبل 10 ايام انه قام مجموعه من المقاومين إثر اقتحام مدينة جنين ومخيمها وتنفيذ مجزرة إذ ارتقى على إثرها 8 شهداء، قاموا بتفجير أحد جرافات الاحتلال والتي أدت إلى مقتل إحدى الجنود التي كانت ترافق الاحتلال في هذا الاقتحام. وبالتالي هذه يعني المجزرات أو الجرافات تحديدا تعمل على تدمير الأسواق في خاصة وسط مخيم جنين، تعمل على تدمير البنى التحتية، تدمير الكهرباء وأيضا شبكات الاتصال والإنترنت، كسياسة عقاب جماعي بات ينفذها الاحتلال من أجل ردع المقاومين أو حتى أهالي المخيم كونها حاضنة شعبية كبيرة تشهدها مخيم جنين. هناك يعني نتحدث أنه أهالي المخيم يعني حتى منذ ليس فقط من 7 أكتوبر يشهد مخيم جنين اقتحامات، ما يقال تقريبا على مدار العام الماضي شهد اقتحامات عديدة، وأيضا خاصة في هل يستهدف التغيير الديموغرافي مخيم جنين؟ هل يستخدم منطقة مخيم جنين؟ عفوا لو تكرر السؤال. يعني مشاريع التغيير الديموغرافي التي يعني رفضتها الأمم المتحدة عن أي تغيير ديموغرافي، هل ممكن أن تقف الأمم المتحدة بإجراءات فاعلة ممكن من وجهة نظرك بإيقاف مشروع التغيير الديموغرافي في قطاع غزة؟ أستاذة أسماء تسمعينني؟ إذن ابقى معي أستاذ أسماء، سوف أعود إليكم مرة أخرى. اسمحي لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ ماهر. أستاذ ماهر حجازي، بالعودة إليكم، يعني في تصريح للأمم المتحدة رفضت فيه تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي على قطاع غزة من قبل إسرائيل. الأمم المتحدة معروف عنها في يعني في كل هناك مواقف دولية كثيرة أنها تقلق وأنها يعني قلقة، هل ممكن أن تكون هناك إجراءات فاعلة وعملية على الأرض تمنع حصول هذا المشروع، مشروع التغيير الديموغرافي على قطاع غزة؟ يعني كما تحدثت يعني الأمم المتحدة دائما موقفها ينطلق من القلق، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تفعل أكثر من القلق فيما يتعرض له شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن 100 يوم من هذا العدوان وجرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا داخل قطاع غزة، والأمم المتحدة يعني تكتفي بإطلاق النداءات والإغاثات. ونعلم أن موقف وكالة الأونروا منذ بداية هذا العدوان على شعبنا في 7 أكتوبر عندما انسحبت وكالة الأونروا من مناطق شمال قطاع غزة وتركت الالاف عشرات الالاف من ابناء شعبنا ومئات الالاف من ابناء شعبنا دون خدمات وكالات الأونروا في شمال قطاع غزه، وهذا يعني يساهم في السياسه الاسرائيليه في تهجير الشعب الفلسطيني من مناطق شمال قطاع غزه الى مناطق الى جنوب قطاع غزه. وبالتالي اليوم المطلوب من الامم المتحده ان يكون لها دور فاعل وان تمارس ضغوط. الامم المتحده عينت يعني احد الوزيره كاخ الوزيره الهولنديه في الحكومه الهولنديه السابقه كمسؤوله للشؤون الأممية للأمم المتحدة في قطاع غزة فيما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة الإعمار. المفترض أن يكون هناك جهد من الوزيرة كاخ بأن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات بالكميات التي يحتاجها قطاع غزة إلى مختلف مناطق قطاع غزة، وأن يكون هناك موقف واضح من الأمم المتحدة بأن لا تتجاوب مع الضغوط الإسرائيلية في التحكم بآلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن تكون هذه المساعدات أن تصل إلى كل مناطق قطاع غزة، إلى كل أبناء شعبنا، إلى مئات الآلاف من أبناء شعبنا في شمال قطاع غزة، أن تصل هذه المساعدات، وأن لا يعني تقبل الأمم المتحدة بضغوط الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة مثلا، لأن هذا أيضا يساهم في سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من مناطق الشمال باتجاه الجنوب ضمن سياسة إسرائيلية ضمن إطار الحرب الإبادة على شعبنا بتهجير شعبنا. وبالتالي الأمم المتحدة مطالب منها أن تكون موقف أكثر حزبي يعني شدية
وحزم باتجاه الممارسات الإسرائيلية وأيضا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. والأمم المتحدة هي جزء من العدوان، يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب على شعبنا الفلسطيني هو يستهدف أيضا الأمم المتحدة داخل قطاع غزة، هو استهدف دمر العشرات من مدارس الأونروا، دمر العشرات من المراكز الصحية التابعة لوكالة الأونروا، هناك العشرات يعني أكثر من 100 من أبناء شعبنا من الموظفين في مؤسسات الأمم المتحدة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الأمم المتحدة أنا أعتقد هي جزء يتعرض أيضا لهذا الحرب وهذا العدوان من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المطلوب منها أن يكون موقف أكثر جدية في رفض أي ضغوط إسرائيلية. المطلب الأول هو إدخال المساعدات إلى كل مناطق شمال قطاع غزة ووقف حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني. أيضا يجب للأمم المتحدة أن يكون لها دور داعم ومساند أيضا للدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا، لأنه المطلوب اليوم هو وقف هذا العدوان وجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا داخل قطاع غزة، وبالتالي إصدار المحكمة العدل الدولية. وبالمناسبة يعني سؤالك الذي سألتني قبل أن يعني يقطع الاتصال، الاحتلال الإسرائيلي دائما يمارس سياسة المظلومية، يريد أن يقول للعالم أنه مظلوم وأنه يتعرض للظلم، ولكن فيما يتعلق بمعاداة السامية هي تهمة جاهزة. هذا الاحتلال الإسرائيلي هنا في أوروبا دائما يمارس هذه التهمة، واللوبي الإسرائيلي أي شخص يعمل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، أي شخص يدعم القضية الفلسطينية وقف إلى جانب حقوق شعبنا المشروعة، التهمة الجاهزة والمعلبة من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي هي معاداة السامية. وهذا ما جرى مع محكمة العدل الدولية عندما وصفها بنيامين نتنياهو بأن هذه المحاكم هي تأتي في إطار معاداة السامية، ولكن اليوم هذه هي خطوة جيدة. هذا الاحتلال اليوم بعد 100 يوم من الحرب والإبادة بحق شعبنا يقف أمام العدالة الدولية. ربما نحن لسنا متفائلين بأن يكون هناك قرار يجرم هذا الاحتلال، لكن المطلوب أن يكون هناك قرار يوقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة. نعم أستاذ ماهر. أستاذ صالح، بالعودة إليك مرة أخرى، المكتب الحكومي في غزة يعني يقول أو حذر من تعرض أكثر من 800,000 مواطن في غزة للموت جوعا وعطشا. يعني هل الآن بات موضوع يعني عدم إدخال المساعدات تقع مسؤولية ذلك على الأمم المتحدة، على المنظمات الإغاثية، على الدول المجاورة؟ من المسؤول عن عدم دخول هذه المساعدات؟ الأول والأخير هو الاحتلال الإسرائيلي بحربه المستمر على قطاع غزة، ومن خلفه ومن ورائه ومن فوقه الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة التي دخلت الحرب معه، ألمانيا، كندا، أستراليا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، هذه المنظومة الظالمة التي تتحكم الآن في مفاصيل هذا العالم. الحقيقة المؤلمة أخي الكريم أن العالم العربي، الدول العربية عموماً بغض النظر عن المسميات وعن الأسماء، هي متورطة ومتواطئة على الأقل في هذه المسألة الإنسانية البسيطة. من الذي سيمنع على سبيل المثال قافلة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن تدخل بعديد من القوافل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وينتهي هذا الموضوع؟ هل ستقوم إسرائيل بتدمير هذه المساعدات وهذه الحافلات؟ هل ستقوم أمريكا بذلك؟ لن يقوم أحد بذلك، لكن هذا السيناريو من التواطؤ العالمي على هذه البقعة من الأرض حتى ينهوا فيها وجود شيء اسمه مقاومة في خلفية إسلامية سياسية تعنى بمشروع تمكيني في المنطقة. وهذه جزء لا يتجزأ من الحرب التي أعلنت منذ مطلع القرن هذا على ما يسمى التيار الإسلامي السياسي بين شطائر، وبالتصور أن آخر قلاع هذا المشروع هي في قطاع غزة، وبالتالي يعاقب الساكنة أي السكان وتعاقب المقاومة. وبالمناسبة إسرائيل دائما تتحدث أنها لا تقف ضد ما يسمى دخول الإغاثة ودخول الأدوات الطبية، وأمس كافة الفضائيات الإسرائيلية سواء الرسمية وغير الرسمية تحدثت عن الشروع بدخول أدوية انطلاقا من هذا اليوم. السؤال المهم جدا، ما هو موقف الدول، مصر على وجه الخصوص، من هذه القضية؟ عندما نسمع على صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال شخصيات سياسية من هنا وهناك عن عراقيل تقوم بها هذه الحكومة أو تلك الحكومة، نحن أخي الكريم أمام فضيحة أخلاقية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني في تجويع شعب مسلم وعربي مثل كل الشعوب العربية والإسلامية ومشترك إنساني مع كل البشرية. تقوم العالم الغربي يوميا في مظاهرات
ضد هذا الإجحاف الواقع عليهم، بينما لا نسمع ببنت شفا في عالمنا العربي. وبالتالي المسؤولية هي مسؤولية كل واحد منا، نحن ابتداء من الفلسطينيين أنفسهم وانتهاء بالإنسان العربي وغير العربي. نعم، سوف أعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذة أسماء، الصحفية الفلسطينية، هل تتوقعين أن تكون هناك عمليات مشابهة، اعتداءات واقتحامات أيضا إسرائيلية ضد الفلسطينيين في جنين؟ عفوا، يعني بداية السؤال، يعني ماذا تتوقعين خلال المرحلة المقبلة بعد هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات وعمليات القتل التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بعمليات موزعة بتوقيتات متوازية؟ نعم، يعني المتوقع، خاصة نتحدث عن 100 يوم من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والممتد أيضا للضفة الغربية، المتوقع هو استمرار هذا العدوان خاصة في الضفة الغربية، إما بحملات تصعيد من الاعتقالات التي هي يعني باتت شبه يومي، خاصة نتحدث عن أكثر من 5800 أسير فقط منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، أو أيضا استمرارا لتنفيذ سياسة المداهمات المنازل سواء للأسرى في سجون الاحتلال أو لمنازل المقاومين والمفارضين، كتنفيذا أيضا لسياسة العقاب الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعني نتحدث عن ربما المتوقع المزيد من عمليات الاغتيال والإعدام بشكل مباشر، إما للمواطنين أو حتى للمقاومين، خاصة نتحدث عن يعني 348 شهيد في الضفة الغربية، منهم 82 شهيد في مدينة جنين ومخيمها، وآخرها كان هناك مجزرة في مدينة جنين قبل 10 أيام أدت لاستشهاد 8 شبان منهم 4 من ذات العائلة. وبالتالي المتوقع هو المزيد من الاستهداف للعائلات الفلسطينية والمزيد من الاقتحامات المتزامنة في شمال الضفة وحتى جنوب الضفة، خاصة نتحدث أنه الاحتلال يهدف ليس فقط من خلال قيامه بتجريف البنى التحتية، يهدف إلى تدميرها ويعني تدمير أيضا شبكات الاتصال والإنترنت، أيضا في هذه السياسة يهدف أيضا لتجريف أي تواجد للمقاومة أو حتى لمجموعات المقاومة وحتى للحاضنة الشعبية التي تشهد بشكل كثيف في الضفة الغربية، هناك حاضنة شعبية للمقاومة خاصة في مدن شمال الضفة الغربية تحديدا في مدينة جنين وطول كرم ونابلس، فالاحتلال يريد تجريف هذا التواجد للمقاومة وهذه الحاضنة خشية من أن تنفجر هذه المجموعات العمل المقاوم، تنفجر من جديد بوجهه في الضفة الغربية ويحصل ويتكرر ما حصل معه منذ 7 أكتوبر، خاصة نتحدث على مدار العامين، يعني قبل أحداث 7 أكتوبر تشهد الضفة الغربية تصاعد العمل المقاوم وتصاعد استهداف قوات الاحتلال، إما بعمليات إطلاق النار للمناطق تواجدها أو ربما أيضا تشهد أيضا العمليات إما بالطعن أو بعمليات الدهس. ونتحدث على مدار 10 أيام الأخيرة منذ بداية هذا العام الجديد، هناك تصاعد عمليات المقاومة خاصة أيضا بعد ارتقاء الشهيد صالح العاروري، وبالتزامن مع ذلك أيضا المتوقع أن تواصل قوات الاحتلال تجريف البنى التحتية، إما من أجل وضع السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية بين القرى لعزلها عن بعضها البعض، او ايضا ربما من الهوس الذي باتت تخشاه ايضا نتيجه التطور النوعي في العبوات التي يقوم المقاومين بتصنيعها، والتي شهدت مؤخرا في مدينه جنين ايضا تدمير لاحد الاعماليات العسكريه، فبات الاحتلال اليوم يشهد يعني في اقتحاماته يقوم بهذا التجريف خشيه من هذه وجود العبوات الناسفة وتدمير المزيد من الآليات العسكرية، بالإضافة إلى هي إنه يمارس يعني سياسة العقاب الجماعي للضغط على حاضنة المقاومة
في كافة مدن الضفة الغربية، وهذا أيضا بابات يخشى، يعني نتحدث منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم أيضا هناك مسيرات تخرج في مدن كافة الضفة الغربية بشكل يومي تندد بالمجازر التي تحصل في غزة، وفي ذات الوقت هي تدعم وتناصر المقاومة. وهذا الاحتلال الذي على مدار أكثر من 3 أشهر يحاول بكافة الطرق أن يعمل على تأصيله أو محو جذوره، إلا أنه حتى اللحظة يفشل في ذلك. لذلك يخشى، يعني لذلك حتى اليوم هو يقوم، يعني حتى لا يوجد هناك تفسير لهذه الاقتحامات، إلا أنه هناك بس يخشى من تصاعد العمل المقاوم والحاضنة الشعبية في الضفة الغربية. شكرا جزيلا من جنين الصحفية الفلسطينية أسماء هريش، وأيضا عبر سكايب من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح لطفي، وشكرا أيضا من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية الأستاذ ماهر حجازي. إذن كنا وإياكم مع هذه التغطية عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى تغطيات أخرى، إلى اللقاء.